ما المراد بقول أم المؤمنين رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأخيرة شد إزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله، أثابكم الله؟ هذا الحديث الشريف بيان من أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، وقد بينت عظيم اجتهاده وجده في طاعة الله ومرضاته، كيف وهو أخشى الناس وأتقى الناس لرب الجنة والناس صلوات الله وسلامه عليه، فكان إذا دخلت عليه العشر شد مئزرة، قيل شد مئزرة كناية على أنه لا يجامع أهله، فكان معتكفا، والمعتكف لا يجامع، شد المئزر يقول العرب شد مئزرة كناية على أنه لا يقرب النساء، وقيل شد مئزرة قال الشخص شمر، شد مئزرة وشمر عن ساعده، شد المئزر قالوا نوع من الاحتفاء في حال العمل والشدة، والشخص إذا كان في عمل ربما أنه أثناء مسيره يؤذيه المئزر، ولذلك إذا لبست الإحرام ما تستطيع أن تسعى بشدة، فالغالب أنك تحاول أن ترفع منه تشده حتى، وقيل شدة القوة بالاستحكام لأنه سيواجه عملا شديدا. وعلى كل حال كنت رضي الله عنها وأرضاها عن شدة اجتهاده، واتفقت كلمات العلماء على أن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهده في سواها، وفضل العشر الأواخر في الليل، ولذلك قالت شد مئزرة وأحيا ليلة، ومن هنا قال بعض العلماء عشر من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر، وهذا صحيح، فإن عشر من ذي الحجة فضلها في الليل والنهار، والعشر الأواخر فضلها في الليل فقط، ومن هنا قيل في قوله تعالى وليال عشر هي ليالي العشر الأواخر، لأن الله خصها بالقسم ليلا، ومن هنا الاجتهاد في الطاعة في العشر الأواخر إنما هو تحصيل لفضيلة ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في العشر الأواخر طلبا لليلة القدر وتحصيلا لهذه الفضيلة العظيمة التي من أحياها كانت له خيرا من ألف شهر، فليست هي كألف شهر بل هي خير من ألف شهر في عبادتها وقيام ليلها، وقيل خير من ألف شهر بصيامها وقيامها، وهذا فضل عظيم، نسأل الله بعزة وجلاله يجعل لنا منه أفضل حظ ونصيب. وفي هذا الحديث دليل على أن المسلم ينبغي عليه أن يتحرى في هذه العشر، أن يجتهد في هذه العشر ويتحرى ليلة القدر، ونظرا إلى قربها وهي الآن أطلت، المسلم يستقبل هذه العشر الأواخر اليوم 17 من رمضان، يعني ما بقي إلا يومان ثلاثة أيام ثم تدخل هذه العشر، ونسأل الله العظيم أن يبلغنا إياها بعفو وعافية، ولذلك يستقبلها المسلم وهو يتذكر هذا الحديث، وتدخل عليه هذه العشر وهو أفقر ما يكون إلى رحمة الله عز وجل، وأفأغنى ما يكون بالله سبحانه وتعالى، يدخل العشر الأواخر وكل أمل في رحمة ربه وعفوه ومغفرته وحلمه، وهو يتذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعرض لنفحات ربه ورحماته وبركاته، فما قامها صلوات الله وسلامه عليه إلا تشريعا للأمة وتعليما لهذه الأمة المصطفى المجتبى تجد وتجتهد في مرضات الله عز وجل. فنستقبل هذه العشر بالقلوب المنكسرة والنفوس المطمئنة بذكر الله عز وجل، وكل واحد منا كأن لسان حاله يقول أنا أفقر الناس إلى رحمة الله وأحوجهم إلى عفوه وحلمه ورحمته، ويتذكر الإنسان أنه ربما حال الذنب بين العبد وبين رحمة الله، فهو يتذكر ذنوبه ويخشى أن تحول بينه وبين ما عند الله من رحمته، فيستقبلها وهو يرجو رحمة الله ويرجو حلمه وعفوه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه وأن لا يجعله شقيا ولا محروما. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا هذا الشهر بعفوه وعافيته، وأن يجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا،
اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بشر ما عندنا، اللهم أنت أحلم وأرحم وأوفى وأبر من أن تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، وتب علينا وعلى المسلمين، وارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين، وعمنا بمغفرتك يا خير الغافرين، اللهم وعم بمغفرتك جميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.